ترأس الأنبا إيراليون أسقف كنائس البحر الأحمر قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا شنودة بمدينة الغردقة. وشهدت الكنيسة إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة وسط حضور لعدد كبير من المواطنين للمشاركة في قداس عيد الميلاد. بهني كل الأمة المصرية، بهني فخامة الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي، بهني قداسة البابا، بنهني جميع أخواننا المسيحيين بعيد الميلاد ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ونهني قداسة البابا تودروس ونقول له كل سنة وأنت طيب يا قداسة البابا. في هذا اليوم المبارك اللي بتحتفل به طائفة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، أقف في هذا المكان المقدس مع أني أبص على الأرض اللي تولد فيها المسيح وما يجري فيه حولها. دموعنا تتساقط لشهداء فلسطين. جايين نحضر القداس هنا في محافظة الغردقة ومبسوطين جدا جدا.